سوف نبدأ هذا الدرس بمحادثة قصيرة تدور بين شخصين أو شخصيتين لو بروفيسور إي فابيان ليليف والتي euh, وعنوان هذه المحادثة هو كيلا جاتو كم عمرك تبدأ هذه المحادثة بجملة لو بروفيسور أو الأستاذ لو بروفيسور دي أو الأستاذ يقول سالو فابيان كومون فاتو Salut Fabien, comment vas-tu? Fabien répond Au Fabien Yogib, je vais bien, merci professeur. Je vais bien, merci professeur. Professeur dit à Quel âge as-tu Fabien? Quel âge as-tu Fabien? Pro Fabien Yogib, Fabien répond, J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Professeur dit, et tes parents, ils ont quel âge? Et tes parents, ils ont quel âge? Fabien répond: Ou Fabien Ygypte, ma mère a 40 ans et mon père a 45 ans. Ma mère a 40 ans et mon père a 45 ans. بالنسبة لمعنى هذه المحادثة كلتا الشخصيتين ما فهو مترجم باللغة العربية تحت يعني كل جملة فهي مترجمة كما ترون بالعربية للإج... للإجابة عن هذا السؤال كي جاتو أو للإجابة لي... يعني الإجابة عن شخص ما عن هذا السؤال إذا ما سألنا شخصا ما عن هذا السؤال نستعمل الفعل avoir الفعل avoir مصرف بطبيعة الحال متبوع بعدد سنوات أو, أو سننا ومتبوع بكلمة أن أن تكون يعني إذا كانت إذا كان عدد السنوات يفوق مثلا رقم واحد أو سنة فإننا نقوم بوضع أس وهي وهو, وهو علا وهي علامه للجمع واذا كانت مثلا مثلا عمر شخص ما سنه فنقوم فقط بكتابه ان بدون اس وعيد للاجابه عن عن سؤال ما عن عمرنا نستعمل الفعل avoir مصرف في في الزمن الحاضر au présent de في زمن الحاضر متبوع بسننا او بالرقم الذي يمثل سننا ومتبوع بكلمه اذا كانت في الجمع يعني ابتداء من الرقم اثنان يعني عامين او ثلاث سنوات سنتين او ثلاث سنوات فما فوق فنستعمل تنتهي باس وهي اس للجمع واذا كانت يعني عام وسنة واحدة فقط نقوم بوضع فقط نجيبو يعني أن بدون اس سونز اس و اس هنا هي يعني حرف للجمع سوف نرى قواعد الجمع في دروس لاحقة كما قلت سأقول كما قلت يعني القاعدة هي كالتالي pour dire son âge on utilise le verbe avoir suivi du, du nombre d'années et du mot en. Wa'id pour dire son âge, on utilise le verbe avoir suivi du nombre euh, d'année, nombre d'années et du mot on. يعني معنى هذا كما قلت euh, نستعمل الفعل avoir مصرف في زمن الحاضر euh, متبوع بعدد السنوات متبوع بكلمة on. on إذا كانت في يعني ابتداء من سنتين فما فوق نستعمل تنت... تنت تكون تنتهي بأس وإذا كانت يعني سنة л... سنة واحدة فقط نكتب سوف نرى أمثلة هنا لتتضح لكم هذه القاعدة لدينا في الخانة الأولى على اليسار ضمائر الشخصية لي بخونون بيرسونيل جي تو إل إل أون نو جو إل إل و في الخانة الوسطى لو فيرب افوار كونجوغي يعني الفعل افوار مصرف في زمن الحاضر اي ا ا افون avait وفي الخانة الأخيرة لاج أو سين اج مثلا برونون بيرسونيل الأول أو الضمير الشخصي الأول جي هنا لم نكتب جو كما رأينا في درس الضمائر الشخصية لأن لا يمكن في اللغة الفرنسية لا يمكن أن يلتقي في كلمة واحدة دو فيل يعني حرفين متحركين وسوف نرى هذه القواعد بالتفصيل في دروس لاحقة يعني إذا أردنا أن نقول مثلا عمري ثمانية عشرة باللغة الفرنسية نقول جي يعني نزيل او وندي با جو جي. جي لا نقول جو اي ولكن نقول جي، جي ديزويتان، جي ديزويتان، تية عمرك مثلا تيا تيا ترونت نافون، ترونت نافون، إيلا أو إيلا أو إلى أو إنا أنون، كما ترون هنا اون بدون إس، لأن اون euh, سنة واحدة يعني ليست في الجمع. عمري مثلا سنه واحده ال آ، آ، ال ا ال ا اون ال ا ال ا اون انو يعني ابتداء من سنتين نضيف اس للدلاله على الجمع وسنه او سنه سنه واحده فقط نقول اون او نقول اون بدون اس او نكتب بالاحرى اون بدون اس nous avons vingt-quatre ans. nous avons vingt-quatre ans. vous avez soixante-sept ans. vous avez soixante, soixante-sept ans. il, elle, en trente-quatre ans. il, il, elle, en trente-quatre ans. Wait, j'ai dix-huit ans. tu as trente-neuf ans. il, elle, en.

إن كانت لديكم أي أي أسئلة أو استفسارات بخصوص هذا الدرس اتركوها لي في تعليق أشكركم على متابعتكم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجميع التنبيهات شكرا لكم وإلى اللقاء